أمسية طيبة لجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. مصلحة الأرصاد الجوية تنبه من تساقط أمطار كذلك ثلوج تقريبا على كافة المناطق الشمالية، أمطار على شكل زخات رعدية معتبرة. إذا تنبيه من المستوى الثاني ساري المفعول إلى غاية يوم الغد على الأقل، خاصة على الواجهة الوسطى والشرقية بكميات تتراوح ما بين أقول 30 لغاية 40 أحيانا 50 ملم على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، بينما الواجهة الغربية ما بين 20 إلى غاية 40 ملم إلى غاية 6 من صباح يوم الغد إن شاء الله. ثلوج كذلك، سمك الثلوج يتراوح ما بين 10 سنتيمتر إلى غاية 20 سنتيمتر على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية التي يزيد علوها 600 متر. الأمطار ستمتد إلى غاية شمال الصحراء. طقس بارد خلال هذه الليلة، 6 درجات دون الصفر على سطيف، 4 درجات على العاصمة، نفس المقياس على بشار، 5 درجات على الصحراء الوسطى، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في تراجع، طقس بارد على كافة المناطق الشمالية على السواحل وخاصة على المرتفعات، 3 درجات على البيض، 4 درجات على سطيف، 11 درجة على العاصمة، 17 درجة على بشار، 13 درجة على بسكرة، 29 درجة إلى 30 درجة على أقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري، فالبحر خلال يوم الغد يبقى كثيف الاضطراب على السواحل الشرقية، رياح قوية تصل إلى 50 كم في الساعة، بينما بحر مضطرب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح معتدلة لن تتعدى 40 كم في الساعة. عن وقت غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة، سيكون بحول الله في تمام 6:02. ودائما لأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.